السلام عليكم حبايبي طلبة ميدل سري، كل سنة وانتم طيبين. عام دراسي سعيد عليكم حبايبي. النهاردة عندنا ريكورد كده لأول أسئلة اللي هتقف معانا إن شاء الله في منهج الألجبرا. يلا بسم الله نبدأ على طول. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يلا حبايبي، أول سؤال بيقول لي solve algebraically التو إيكويشنز دول. عندنا تو إيكويشنز، عايزين نحل التو إيكويشنز دول مع بعض ونجيب إكس بكام وواي بكام. عشان نحل أي إيكويشن تو إيكويشن مع بعض بنشتغل بطريقة اسمها الأمت ميثود، طريقة الحذف. بخلي الإكسات أو الوايات شبه بعض وماينس التو إيكويشن من بعض، فحرف من الحرفين بيمشي، يا الإكسات بتمشي يا الوايات بتمشي، فأعرف أجيب إكس بكام وأعوض في أي إيكويشن من الاتنين عشان أجيب واي بكام. طب يلا بينا نفهم إيه اللي بيحصل. الإيكويشن الأولى بيقول لي إكس وواي قد بعض، بس انا عشان احل الايكويشن دي لازم اكس وواي يكونوا في ناحيه واحده والرقم في ناحيه تانية. فانا هسيب اكس از ات از، هنسيب الاكس زي ما هي ونودي البوزيتيف واي الناحيه التانية يبقى نيجاتيف واي، ولما نيجي نودي الواي الناحيه التانية هيبقى مكانها فاضي لان احنا نقلنا الواي من الناحيه الشمال وديناها الناحيه اليمين، فتغيير المكان بيسيبها مكانها فاضي، يعني مسالتي هتبقى ايكوال زيرو. دي كده الايكويشن الاولى. طب الايكويشن الثانيه زي ما هي، اكس وواي في ناحيه واحده والرقم في الناحيه الثانيه، اهي اكس بلس 3y هيساوي 8. طب تعال نبص بقى للتو ايكويشن دول، عايزين نجيب اكس بكام وواي بكام. يبقى القرار الاول لازم نخلي اكس وواي في ناحيه واحده والرقم في الناحيه الثانيه. طيب لازم نخلي الاكسات او الوايات زي بعض، طب ما هنا 1x وهنا 1x، عشان نحل التو ايكويشن مع بعض هنماينصهم من بعض. ماينص لي الاكسات من بعض بقى، قول لي ايه اللي حصل. 1x ماينص 1x راحت، نيجاتيف 1 ماينص 3، نيجاتيف 1 ماينص 3 هيطلع نيجاتيف 4y هيساوي 0 ماينص 8 هيطلع نيجاتيف 8. التايمز هيتقلب ديفايدد، نيجاتيف 8 ديفايدد نيجاتيف 4، نيجاتيف 8 ديفايدد نيجاتيف 4 هيطلع الواي ب2. انا كده ما خلصتش، اروح اعوض في اي ايكويشن من التو ايكويشن. يعني هنا بيقول لي اكس ايكوال واي، يعني الاكس والواي قد بعض، يعني لو اكس ب2 او واي ب2 يبقى اكس زيها بكام؟ 2، يبقى اكس هتساوي 2. طب انا كده جبت اكس وجبت واي، يبقى السوليوشن سيت هيبقى بريسز اوردر بير اكس وواي، اكس ب2 واي ب8 2، يبقى الحل بتاعي 2 2. الطريقه دي اسمها امت ميثود، بنخلي الاكسات زي بعض الوايات زي بعض، ماينصهم حرف يمشي اعرف اجيب الحرف التاني بكام. طب يلا بينا نشوف السؤال التاني. السؤال بيقول لي اكس ماينص واي ايكوال 2، اكس بلس واي ايكوال 4، عايز يحل التو ايكويشن دول مع بعض. الواد الشاطر يقول لي مستر ما 1x و1x ما ماينصهم على طول الاكسات هتمشي، هعرف اجيب y اعوض في اي ايكويشن اجيب x. الشاطر هيتصرف ازاي؟ يلا اهي ابدا باي ايكويشن مش فارقه، هبتدي بالايكويشن الاولى واجيب الثانيه تحتها. تعالى بقى نحلهم مع بعض، اعمل لهم ماينص 1x ماينص 1x راحت، ايه اللي اتبقى بقى؟ اتبقى نيجاتيف 1 ماينص 1، نيجاتيف 1 ماينص 1 هيطلع نيجاتيف 2y، و2 ماينص 4 هيطلع نيجاتيف 2. التايمز هيتقلب ديفايدد، نيجاتيف 2 ديفايدد نيجاتيف 2 هيطلع 1. جبت الواي ب1 عايز اعوض، عايز اجيب اكس بكام؟ اروح للايكويشن اللي فيها بلس او ماينص براحتك، بس انا بحب اللي فيها بلس، اللي هي اكس بلس واي ايكوال 4. بدل الواي ب1، بدل الواي ب1، هات اكس بكام؟ هيبقى 4 ماينس 1، 4 ماينس 1 هتطلع الاكس ب3. يبقى الحل بتاعي هيبقى يا كام يا كام، braces order pair اكس واي اكس ب3 واي ب1. ولد شاطر يقول لي مستر لو انا عايز اطمن ان حلي صح، انا واد جامد والسؤال ده لازم يجي في الامتحان، هتصرف ازاي؟ حضرتك هتمسك آلتك تعمل مود 5-1 او مود 3-1 حسب نوع آلتك. المهم هتدوس مود اختيار equation وتختار الاختيار الاولاني. اول لما تعمل مود equation 1 اللي هي مود 5-1 في الآلات الجديدة، هتلاقي آلتك عملت لك ABC كده مرتين.
اكتب بقى 1 equal negative 1 equal 2 equal. هتلاقي مسألتك نزلت على السطر الثاني 1 equal 1 equal 4 equal equal. بمجرد ان انت تكتب دول على الكالكليتر هتلاقي قالتك تطلع لك x ب 3 y بكام 1. خش على السؤال اللي وراه. السؤال اللي وراه نمبر 3، بص مش جايبها مش مترتبه. y equal x minus 1، بيقول لك ال y بتساوي x minus 1 وال y plus 2x equal 5. مستر بص، المهم ان الاكسات والوايات يبقوا في ناحيه واحده والرقم في الناحيه الثانيه، انت بقى رتبها بالطريقه اللي انت عايزها. انا عايز ابدا بواي ابدا باكس، المهم اكس وواي في سايد واحد. طيب ماشي، قول لي هنا هتتصرف ازاي. انا هودي يا مستر البوزيتيف اكس الناحيه الثانيه تبقى نيجاتيف اكس، والبوزيتيف واي از ات از الكلام ده بيساوي نيجاتيف 1. ماشي يا مستر. طب مين بقى الايكويشن الثانيه؟ عايز تسيبها زي ما هي؟ ماشي. عايز تخلي الاكس الاول؟ ماشي. بس انت لو بدلت دول يحصل حاجه؟ ما يحصلش حاجه يا مستر. يعني اهي 2x plus y هيساوي 5، لان انت بتبدل ما بين اتنين صحاب مش مشكله، ادام في ناحيه واحده وبتبدل ما بينهم مفيش مشكله. يعني 2x plus y ما تزعلنيش. طب هنا مستر الاكسات مش زي بعض بس الوايات زي بعض. طب انا لو ماينستهم الوايات مشت، يعني انا هعمل هنا اهو ماينس 1 minus 1 راحت، نيجاتيف 1 minus 2 هيبقى نيجاتيف 3x. طب نيجاتيف 1 ماينس 5 نيجاتيف 6، التايمز هيتقلب ديفايدد، نيجاتيف 6 ديفايدد باي 3 هيطلع الاكس ب 2. جبت الاكس، عايز اجيب واي اعوض بقى، عايز اجيب واي اعوض في الايكويشن اللي فيها بلس مثلا، او اقول واي ايكوال اكس ماينس 1 بدل اكس ب 2، هيبقى واي بتساوي 2 ماينس 1 يبقى الواي ب 1. طب كده الحل بتاعي هيبقى كام؟ هيبقى braces order pair x وy هيبقى x ب 2 y ب 1. طب مستر عايز تجرب بطريقه الاله. ماشي، بس ينفع اكتبها كده؟ لا، هتكتب طريقه الاله مود 5 1. الاله هتعمل لك a b c. حضرتك هتكتب اول رقم نيجاتيف 1 equal 1 equal نيجاتيف 1 equal، بعد كده 2 equal 1 equal 5 equal equal. قالتك هتطلع لك x ب 2 y ب 1. يبقى لازم الكونسبت ان x و y في ناحيه واحده، وابدا x بعد كده y، بعد كده الايكويشن الثانيه x في الاول y الثانيه، واحط على الاله واشتغل عادي. السؤال اللي وراه نمبر 4، بص هنا الx وهنا 2x. انا عايز اخلي الاكسات زي بعض. عشان اخلي الاكسات زي بعض اعمل ايه؟ اروح للاكس الصغننه اكبرها اخليها زي الاكس الثانيه. يعني هنا 1x وهنا 2x. عشان اخلي الاكسات زي بعض اروح الايكويشن الصغيره اللي فيها اكس صغيره اكبرها اخليها زي الاكس الثانيه. هعملها تايمز 2. 2 تايمز x 2x، 2 تايمز 5 10y، 2 تايمز 4 8. خلي بالك بتعمل 2 تايمز ايتش نمبر، يبقى 2 تايمز x 2x، 2 تايمز 5 10y، 2 تايمز 4 8. وجيب الايكويشن الثانيه تحتها 2x minus 5y equal 11. اعمل لهم ماينس، الاكسات هتمشي 2 minus 2 0. ماشي. ممكن واحد ذكي يقول لي طب مستر ما هي الوايات شبه بعض بس الساين مختلفه، لو جمعتهم الوايات هتمشي. ذكي صح، هطلع نفس الحل اللي هطلعه 10 minus negative 5 10 minus negative 5 هيبقى 10 plus 5 هيبقى 15y. طب 8 minus 11 8 minus 11 هيطلع negative 3. التايمز هيتقلب divided، هنعمل negative 3 divided by 15 هيطلع ال y ب negative 1 over 5. هيطلع ال y ب negative 1 over 5. تعال بقى نجيب x، عوض في الايكويشن اللي فيها بلس، x plus 5y هيساوي 4. بدل ال y ب negative 5، بدل ال y ب negative 5 ما تمشيش. هات لي ناتج التايمز، 5 تايمز نيجاتيف 1 على 5 هيطلع نيجاتيف 1. حلها ايكويشن، ال 4 قاعده في بيتها، الماينس 1 لما يروح يبقى بلس 1 هيطلع 4 بلس 1 هيطلع 5. كده انا جبت اكس، كده انا جبت ايه؟ اكس. جبت اكس وجبت واي، اكتب بقى السوليوشن سيت بتاعك واطمن بالاله
هيبقى حلي اكس الاول 5 ونيجاتيف 1 على 5. اتاكد بالاله مود 5 1 1 ايكوال 5 ايكوال 4 ايكوال. هتنزل على السطر الثاني 2 ايكوال نيجاتيف 5 ايكوال 11 ايكوال ايكوال. حل الاله طلع لك نفس الانسر، طلع لحضرتك 5 ودوس ايكوال هيطلع نيجاتيف 1 على 5. ماشي يا حبايبي، تعال نخش على السؤال اللي وراه نمبر 5. برضو يا مستر مش مترتبه. اه بس انا جامد، انا فاهم انا بعمل ايه. انا عايز اكس وواي في سايد لوحده والرقم في سايد تاني، صح؟ طب خلاص يا مستر انا هودي الواي الناحيه الثانيه اكس از ات از. البوزيتيف واي لما تروح يبقى نيجاتيف واي. مين قاعد في بيته بقى الناحيه الثانيه؟ 4. دي الايكويشن الاولى، فاهم كويس. الايكويشن الثانيه يا مستر 3x بلس 4y بيساوي 5. ماشي، تعالى بقى نشوف هما دول ينفع نحلهم كده مع بعض على طول ولا في ستيب زياده. مستر الاكسات شبه بعض، الوايات شبه بعض. لا انا عايز اخلي الاكسات زي بعض عشان لما اجي ماينصهم الاكس تمشي. خلاص يا مستر روح للاكس الصغيره كبرها، يعني ال 1x دي اعملها تايمز الرقم اللي يخلي الاكسات بتاعت التو ايكويشن زي بعض. طيب هنعملها تايمز كام؟ 3. يلا معلم 3 تايمز اكس 3x، صح ولا لا؟ بعد كده 3 تايمز واي 3y، بعد كده 3 تايمز 4 هيبقى 12. اكتب الايكويشن الثانيه تحتها 3x بلس 4y هيساوي 5. اعمل لهم ماينس بقى الاكسات ماشت 3x minus 3x ماشت. ايه بقى اتبقى؟ negative 3 minus 4 negative 7 y 12 minus 5 7. التايم از هيتقلب divided 7 divided negative 7 هيطلع negative 1. جبنا y، عايز اجيب x. اروح اكتب الايكويشن الاولى x equal y plus 4، بدل ال y ب negative 1. تعرف تجيب x بكام؟ اه طبعا عشان افهم x بتساوي نيجاتيف 1 بلس 4 هيطلع 3. كده انا جبت x وجبت y، يبقى solution set هيبقى braces order pair كام وكام بقى؟ 3 مع نيجاتيف 1. x الاول y الثاني، واطمن بحل الاله. بس انا لما اجي اكتبها على الاله مستر اكتب التو ايكويشن دول ولا التو ايكويشن دول؟ يعني اكتب دول ولا اكتب دول؟ اي اتنين هيطلع نفس الحل، هيطلع x ب 3 ويطلع y ب نيجاتيف 1. ما هي اي ايكويشن لو تايمستها في نفس الرقم ما بتتغيرش حاجه. يعني لو اي ايكويشن تايمستها كلها في 5 عادي، تايمستها كلها في 2 عادي، تايمستها كلها في 3 براحتك. ماشي، دخلنا على السؤال اللي وراه. السؤال اللي وراه 2x minus y equal 3 x plus 2y equal 4. مستر هنا الاكس مش زي الاكس. روح الايكويشن الصغيره اللي فيها اكس صغيره، دي اللي فيها اكس صغيره، كبرها خليها زي الاكس الثانيه عشان نخلي الاكسات زي بعض لما نيجي بماينصهم الاكسات تمشي. طب هنا دي 1x هنعملها تايمز كام عشان الاكسات تبقى زي بعض؟ تايمز 2. 2 تايمز x 2x، 2 تايمز 2 4y، 2 تايمز 4 8. وجيب الايكويشن الثانيه تحتها ماينصهم يا مستر. يلا 2x minus 2x راحت، 4 minus negative 1 4 minus negative 1 هيبقى 5y، و 8 minus 3 هيبقى 5. التايمز هيتقلب divided 5 divided by 5 5 divided by 5 هيطلع ال y 1. خلصت؟ ما خلصتش، عايز اجيب x. اروح اي equation من الاثنين، انا بحب اخد اللي فيها plus x plus 2y بيساوي 4. بدل الواي فيها ب 1، بدل الواي فيها بايه؟ امشي ولا يعني بعد ما بدل الواي ب 1 امشي ولا اجيب ناتج التايمز قبل ما امشي؟ 2 تايمز 1 ب 2 حلها ايكويشن، ال 4 قاعده في بيتها، البوزيتيف 2 هتبقى نيجاتيف 2 و 4 ماينس 2 هيطلع 2. الحل بتاعك بقى هيبقى braces order pair x وواي. x بكام؟ 2 y بكام؟ 1. يبقى 2 1 2 a 1. وطبعا تنفع تطمن بحل الاله. السؤال نمبر 7. بص يا مستر x مش زي x، خلاص اخدت قرار انا عايز اخلي اكسات زي بعض. روح للاكس الصغيره كبرها تايمز 3 عشان الاكسات تبقى زي بعض. يلا تايمز 3 each element، ها 3 تايمز x 3x،
3 times 3 9y 3 times 5 15. هات الإيكويجن الثانية تحتها 3x plus 2y equal 4 ماينسهم 3x minus 3x راحت negative 9 minus 2 هيبقى negative 11y 15 minus 4 هيبقى 11 التايمز هيتقلب divided 11 divided negative 11 هيطلع negative 1. جبت y عايز اجيب x اكتب الإيكويجن اللي فيها plus 3x plus 2y هيساوي 4 بدل ال y بنيجاتيف 1 وما تمشيش ما تمشيش ليه ما امشيش عشان اجيب ناتج التايمز قبل ما امشي 2 تايمز نيجاتيف 1 هيطلع نيجاتيف 2 ال 4 قاعده في بيتها الماينس 2 هيبقى بلس 2 هيطلع 6 اللي ما جتش ناحيته 3x التايمز هيتقلب ديفايدد 6 ديفايدد باي 3 هيطلع 2. قول لي بقى كده السوليوشن سيت بتاعك هيبقى كام وكام؟ السوليوشن سيت بتاعي هيبقى x و y هيبقى 2 و negative 1 2 negative a 1 وطبعا اطمن حلك في الآلة. دخلنا بعدين على السؤال نمبر 8 بيقول لي حل برضو 2 equation دولة مستر انا الكونسبت لازم الاكسات يبقوا like each other هنعمل دي times 3 عشان الاكسات تبقى like each other اعمل تايمز 3 هيبقى 3x minus 6y equal negative 6 وجيب الإيكويجن التانية as it is اعمل لهم minus يلا يا جابت إكسات راحت negative 6 minus 4 هيبقى negative 10y negative 6 minus 24 هيبقى negative 30 النيجاتيف مع النيجاتيف والتايمز divided هيطلع y ب 3 negative 30 divided by negative 10 جبت الواي عايز اجيب اكس بقى اكتب الايكويشن اللي فيها بلس مره كمان بدل الواي فيها ب 3 وما تمشيش هات ناتج التايمز 4 تايمز 3 12 هيبقى 24 ماينس 12 هيطلع 12 اللي ما جتش ناحيته 3x التايمز هيتقلب ديفايدد 12 على 3 يطلع 4 يبقى الحل بتاعي هيبقى braces order pair كم وكم بقى 4 و 3 4 و 3 كده انا جبت الحل بتاعي. خش يلا على السؤال اللي وراه السؤال نمبر 9 برضو بص بصة كده في الاول x y رقم تمام هنا y وهنا x ورقم احنا قلنا لو بنبدل ما بين اتنين صحاب مفيش مشكلة لكن لو هننقل حد من قبل الايكوال لبعد الايكوال ده بقى فيها مشكله كبيره. طب هتعمل ايه؟ انا هبدل دول بس يا مستر. طب دول هيزعلني في حاجه مش هزعلك في حاجه بس خلي بالك وحضرتك بتبدل دي اسمها نيجاتيف 2x ودي اسمها بوزيتيف y يعني ساين لازقه فيها دي اسمها بوزيتيف y ودي نيجاتيف 2x فانا هعمل كده هجيب دي الاول تبقى نيجاتيف 2x بوزيتيف y هيساوي 3 جهة الإيكويجن دي بقى هتبقى اسمها 3x minus y بيساوي negative 4 لو معانا ولد ذكي يقول لي ما تجمعهم الوقت مشت ده لو ولد ذكي طب انا مستر ما بفهمش وانت قلت لنا الاكسات لازم تبقى زي بعض مفيش انا بقى حافظ خلاص هنا negative 2x وهنا positive 3x انت عايز تخلي الاكسات زي بعض صح خلاص اعمل دي تايمز 3 واعمل دي تايمز negative 2 كريس كروس هتعمل كروس مالتيبليكيشن يعني تعمل دي تايمز 3 وتعمل دي تايمز نيجاتيف 2 عكس عكس الاكس مثلا هنا فيها 3 بتبدا ب 3 خلاص تايمز الايكويشن الثانيه في 3 طب دي بتبدا بنيجاتيف 2 تايمز الايكويشن الثانيه في نيجاتيف 2 3 تايمز نيجاتيف 2 هتبقى نيجاتيف 6 x 3 تايمز y 3 y 3 تايمز 3 9 هنا بقى تايمز نيجاتيف 2 هيبقى نيجاتيف 6 x بوزيتيف 2 y يساوي 8 يعني 3 times negative 2 negative 6 negative 2 times negative 1 هيبقى positive 2y negative 2 times negative 4 هيبقى 8 هنا minus هم ده راح 3 minus 2 هيبقى 1y و 9 minus 8 هيبقى 1 كده ال y 1 جبت ال y عايز اجيب x عوض في اي واحدة بقى شوف انت عايز تعوض في انه واحدة براحتك مثلا y minus 2 ولا اللي هي اول واحدة 3x minus y بيساوي negative 4 بدل ال y ب 1
هيبقى negative 4 as it is. ال negative 1 هتبقى positive 1، ده هيطلع negative 3. مين بقى اللي بيساوي negative 3؟ 3x. ال times هيتقلب divided، negative 3 على 3 هيطلع negative 1. جبت x وجبت y، اكتب بقى solution set. السوليوشن سيت بتاعك هيبقى كام وكام بقى يا شاطر؟ هيبقى نيجاتيف 1 وكام؟ 1. خش على السؤال نمبر 10. هنا بقى هنا اكس وواي في ناحيه واكس في سايد وواي في سايد. طب دي ما فيهاش كلام، مش مشكله. دي بقى هنودي الواي الناحيه الثانيه، هيبقى 3x as it is. البوزيتيف واي هيبقى نيجاتيف واي، الكلام ده هيساوي ايه؟ طب الايكويشن دي بقى x plus 2y بيساوي 5، عايز اخلي الاكسات زي بعض، يعني دي 3x ودي 1x، هنعمل ايه بقى؟ هنعمل الايكويشن دي تايمز كام؟ 3 تايمز x 3x، 3 تايمز 2 6y، 3 تايمز 5 15. اعمل لهم ماينس، يلا 3x minus 3x راحت، negative 1 minus 6 هيبقى negative 7y، 8 minus 15 negative 7. ال times هيتقلب divided، negative 7 divided negative 7 هيطلع 1. جبت ال y ب 1 عوض في اي equation، مثلا دي 3x بتساوي y plus 8، بدل y ب 1 عوض في اي واحدة، ها تتغباش، هيبقى 3x بيساوي 9. ال times هيتقلب divided، 9 divided by 3 هيطلع 3. السوليوشن set هيبقى x و y، x y x بيساوي y ب 1. السؤال اللي وراه نمبر 11 بيقول لك هنا x هنا y بعد كده x، هنبدل دول، فيها مشكله؟ يعني x plus 5 y هيساوي 2، positive x positive 5 y هيساوي 2. دي بقى مش مترتبه، ودي ال 9 الناحيه الثانيه تبقى 2 x minus 3 y هيساوي negative 9. طب مستر هنا 1x هنا 2x، عايز اخلي الاكسات زي بعض، عايز اخلي الاكسات زي ايه؟ بعض. طب اعمل ايه بقى؟ هنروح نخلي الايكويشن الصغيره تايمزها في الرقم اللي يخلي الاكسات زي بعض، دي 2 دي 1، يبقى هعمل دي تايمز 2. 2 تايمز x 2x، 2 تايمز 5 10y، 2 تايمز 2 4، وجيب الايكويشن الثانيه تحتها ماينصهم بقى، الاكسات ماشت، 10 ماينس نيجاتيف 3 هيبقى 13y، 4 ماينس نيجاتيف 9 هيبقى 13. التايمز هيتقلب ديفايدد، 13 ديفايدد 13 هيطلع 1. جبنا y ب 1 عوض في اي واحده، اللي هي اول واحده مثلا اللي هي 5y بلس x هيساوي 2، 5y بلس x هيساوي 2. بدل ال y ب 1 همشي ولا اجيب ناتج التايمز قبل ما امشي؟ 5 تايمز 1 5، ال 2 قاعده في بيتها، البوزيتيف 5 لما تروح هتبقى نيجاتيف 5، 2 ماينس 5 هيبقى نيجاتيف 3. كده انا جبت اكس. الحل بتاعي هيبقى اوردر بير اكس وواي نيجاتيف 3 و1. يعني بعد ما جبت الواي ب 1 5 تايمز 1 5، ودي ال 5 الناحيه الثانيه يبقى 2 ماينس 5، و 2 ماينس 5 بنيجاتيف 3 يبقى نيجاتيف 3 وكام؟ 1. دخلنا على السؤال نمبر 12. مستر بص السؤال نمبر 12 محتاج يترتب، نيجاتيف 3x بوزيتيف 2y، بقرا الساين قبلها، نيجاتيف 3x بوزيتيف 2y هيساوي 7. اما ده نبدل عادي، 2x positive 3y هيساوي 4. يعني ايه بدل عادي؟ يعني بنفس الساين. طب مستر هنا بص نيجاتيف 3x وهنا بوزيتيف 2x، اعمل ايه؟ كريس كروس، تعمل دي تايمز 2 وتعمل دي تايمز نيجاتيف 3 عشان اوصل ان الاكسات تبقى زي بعض. طيب 2 تايمز نيجاتيف 3 نيجاتيف 6x، 2 تايمز 2 4y، 2 تايمز 7 14. ماشي، تحت بقى 2 تايمز نيجاتيف 3 نيجاتيف 6 نيجاتيف 9y نيجاتيف 12. طبعا انت فاهم انا بعمل ايه، ماينص اكسات ماشي، 4 ماينص نيجاتيف 9
4 minus negative 9 يعني positive 13y. 14 minus negative 12, 14 minus negative 12 هيطلع 36. 26. 14 ده هيطلع كام؟ 26. طيب يلا بقى التايمز هيتقلب divided 26 على 13 هيطلع 2. جبت y، عايز اجيب x، عوض في انهي واحده؟ اي واحده تعجبك، شوف الاريح لك ايه. شوف انت مثلا انت عايز تريح في متعوض في مين. انا هاخد مثلا 2x plus 3y هيساوي 4، دي انا هشتغل بيها. هبدل y ب 2، التايمز 3 تايمز 2 هيبقى 6، هيبقى 4 قاعده في بيتها، البوزيتيف 6 هتبقى نيجاتيف 6 هيطلع نيجاتيف 2 اللي ما جتش ناحيتها 2x. التايمز هيتقلب ديفايدد، نيجاتيف 2 ديفايدد باي 2 هيطلع نيجاتيف 1. الحل بتاعي هيبقى كام وكام؟ نيجاتيف 1 و 2. نيجاتيف 1 وكام؟ و 2. ده الحل بتاعي. تعال نبص كده على السؤال اللي وراه 13. انا شايف السؤال سهل، هنعمل دي تايمز 2 فهتبقى الاكسات زي بعض وحلها. اه بس حل فكرتها حلوه. اعمل تايمز 2 هيبقى 2x 4y هيساوي 2. هدي تحتها هيبقى 2x بلس 4y هيساوي نيجاتيف 5. بص لما تيجي تماينسهم 2 ماينس 2 0، 4 ماينس 4 0، 2 ماينس نيجاتيف 5 هيطلع 7. هو الزيرو بيساوي 7؟ لا الزيرو ما بيساويش ال 7. كده معناه ان السوليوشن سات 5. خدت بالك؟ الاكس هنا كانت صغيره كبرناها تايمز 2 فبقت الاكسات زي بعض فماينسناهم، الاكسات مشت والوايات مشت، اتبقى ان رقم بيساوي رقم. هو ينفع الزيرو يساوي 7؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش، يبقى حلي هيساوي ايه؟ 5. دخلنا على السؤال اللي وراه اللي هو السؤال نمبر 14. سؤال حلو جدا بقى، بيقول لك اكس على 6 بلس واي على 3 هيساوي 3، وبيقول لك اكس على 2 بلس 2 اوف واي اوفر 3 بيساوي 1. انا مش عايز فيه رقم تحت، اعمل ايه عشان امشي الرقم اللي تحت ده؟ اعمل تايمز الدنوميريتور. يعني بص يا حبيبي، يعني انت عايز تخلص من ال 6 دي، يبقى هعمل هنا تايمز 6 تايمز 6 تايمز 6. عايز اخلص من 3 يبقى هعمل كمان تايمز 3 تايمز 3 تايمز 3. يعني عملنا كلها تايمز 18. يعني ال 6 ده يروح مع ال 6 ده، 3 تايمز x هيبقى 3 x. ال 3 فوق هتروح مع ال 3 تحت هيبقى 6 y. ال 3 فوق هتروح مع ال 3 تحت 1 تايمز 6 ب 6. دي كده الايكويشن الاولى. طيب هنا بقى الثانيه، انا هعمل تايمز 2 عشان امشي ال 2 اللي تحت، وهعمل تايمز 3 عشان امشي ال 3 اللي تحت. يعني انا كده كاني عملت المساله كلها تايمز 6. يعني انت عشان تمشي اللي تحت بتعمل ايكويشن كلها تايمز اللي تحت، عشان تمشي ال 2 اللي تحت عملت المساله كلها تايمز 2، عشان تمشي ال 3 اللي تحت عملت كلها تايمز 3. ال 2 هتروح مع ال 2 هيبقى 3 اكس، ال 3 هتروح مع ال 3 هيبقى 2 تايمز 2 هيبقى 4y، و 1 تايمز 2 تايمز 3 هتطلع 6. كده انا جبت ال 2 ايكويشن، حلهم بقى. هنعمل لهم ماينس بعض، الاكسات هتمشي. يعني اعمل ال 2 ايكويشن دول ماينس بعض، 3x بلس 6y هيساوي 6، و 3x بلس 4y هيساوي 6. ماينسهم ده راح 6 ماينس 4 2y، 6 ماينس 6 0. التايمز هيتقلب ديفايدد، 0 ديفايدد 2 هيطلع 0. جبت y، عايز اجيب x، عوض في دي مثلا 3x بلس 6y هيساوي 6. بدل ال y ب 0، 6 تايمز 0 ب 0 فهيبقى 6 ماينس 0 ب 6 اللي ما جيناش ناحيته 3x. التايمز هيتقلب ديفايدد، هيبقى الx 6 ديفايدد 3 هيطلع 2. جبنا x وجبنا y، السوليوشن سيت هيبقى 2 و 0 x y. وكده يبقى خلصنا البارت الاولاني في حصه النهارده. اشوفكم على الف خير، سلام.